ولديك الشيء الكثير لتقوله، الشيء المهم. مساء الخير لكل الجماهير، رجال وسيدات. لدي خبر سار بالنسبة لكم ولكنا، سأعلن عنه الآن. كيليان مبابي سيبقى مع نادي بي اس جي إلى حد عام 2025. وسوف يبني معنا قصة جميلة في تاريخ نادي البي جي. أريد أن أستغل الفرصة وأشكر عائلة كيليان مبابي وكيليان مبابي. أريد أن أغتنم الفرصة لشكر كل الجماهير المحبة لنادي البي جي وفي فرنسا وفي كل أنحاء المعمورة. أريد أن أشكر كل الفرق الأخرى وأشكر كل لاعب في نادي البي جي. شكرا سيد الرئيس. كيليان، أنا ألتفت إليك الآن، اسمع هذا واستمتع بهذا الفخر الناجم عن تمديد العقد مع نادي البي جي. ماذا يمثل لك البقاء مع نادي البي جي؟ مساء الخير للجميع. أنا سعيد جدا بمواصلة هذه المغامرة. سعيد جدا بالبقاء في مدينة باريس، في مدينتي، في نادي البي جي، في بيتي في فرنسا. وأتمنى أن أواصل على نفس المنوال، أتمنى أن أحصد الألقاب مع نادي البي جي. الشكر موصول للجميع. إلى كل الجماهير، نريد منكم أن تستمتعوا بهذه اللحظات، وأريد أن أستمع إلى كلمة السيسي باري هنا باريس باللغة العربية. انتهى إذن مسلسل مبابي بإعلان بقائه باريسيا إلى غاية عام 2025. حدث سنخصص له تغطية خاصة نستضيف خلالها محلل قنوات بين سبورت عزيز بنيج. مساء الخير، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا جهاد، أهلا بك والسلام المشاهدين. إذن مبابي باريسي حتى العام 2025، الرقم 7 باق هناك في مدينة الأنوار.
في هذه اللحظات أعلن باريس سان جيرمان تجديد عقد نجمه كيليان مبابي لمدة 3 مواسم، منهيا بذلك جميع التكهنات التي تحدثت عن رحيل المهاجم الفرنسي عن نادي العاصمة بنهاية عقده هذا الصيف. مراسلنا محمد الوضاحي والمزيد من التفاصيل. مسلسل كأم المثير وصل إلى آخر حلقاته، ووضعت نقطة النهاية لملف مثير يعتبر من بين الأكثر إثارة في تاريخ الانتقالات. الجوهرة كيليان مبابي سيواصل إنارة عاصمة الأنوار، وسيبقى مع فريقه الباريسي مفضلا مواصلة المشوار مع فريق بلده ومنطقته. كيليان مع باريس سان جيرمان مشوار استثنائي وأرقام خرافية وبصمة عميقة في تاريخ النادي. منذ ارتدائه القميص الأحمر والأزرق حقق المهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما أحد أفضل الأرقام القياسية في تاريخ فريق عاصمة الأنوار، حيث فاز بأربع بطولات فرنسية وثلاث كؤوس فرنسية وكأسين للرابطة وكأسين للأبطال. هذه الألقاب الجماعية المثيرة أضاف إليها إنجازات فردية خارقة أيضا، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في المواسم الثلاثة الأخيرة، كما أكمل المواسم الثلاثة هذه كأفضل هداف في البطولة. كيليان الذي وصل إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من موناكو ترك بصمته واضحة على تاريخ النادي الذي دخله من أوسع الأبواب، حيث بات ثاني أفضل هداف لجميع الأوقات بفضل أهدافه 168 التي سجلها وتمريراته الحاسمة 87 في 216 مباراة في جميع المسابقات خلف إيدينسون كافاني. مبابي إذن يفضل مواصلة المشوار الباريسي، ويقرر أيضا مواصلة كتابة تاريخ نادي عاصمة الأنوار على أمل إهداء باكورة هذه الألقاب، وهي الكأس الغالية التي يحلم الباريسيون ويسعون إليها جاهدين. محمد الوضاحي، بين سبورتس، باريس. بعد شد وجذب طويل إذن، والكثير من الشائعات والعناوين التي نقلته إلى مدريد وعناوين أخرى أبقته هناك في باريس، يأتي الخبر اليقين: كيليان مبابي باريسيا حتى عام 2025. عزيز، كم كان مفاجئ بالنسبة لك هذا القرار الذي اتخذه مبابي؟ صحيح كان احتفظ بالسرية إلى آخر اللحظة، وأظن بأن الكل يحلم بأن مبابي ينتقل إلى صفوفه. مبابي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، أصبح رقما صعبا في باريس سان جيرمان، حتى نسينا وجود ميسي في بعض الأوقات ونيمار، طالما أثر على أداء باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان أظن بيتعلق اسمه الآن بمبابي، ومبابي تعلق اسمه بباريس سان جيرمان، وأظن بأن ضربة معلم من طرف السيد ناصر الخليفي، لأنه الصراحة انتصار كبير، لأنه انتصر على فريق كبير هو ريال مدريد. الآن ريال مدريد طوي صفحة مبابي، أظن أغلق الباب على كل احتمالات انتقال مبابي مرة أخرى إلى ريال مدريد، وهذا يعني أن مشروع باريس سان جيرمان القادم فهو متعلق وسوف يبنى حول مبابي، وأكيد أن مبابي سوف يستمر مع باريس سان جيرمان، حيث أنه أظن بأنه تلقى ضمانات بأن باريس سان جيرمان سوف يكون غير الموسم القادم. صحيح. سوف يتلقى دعم كبير، سوف يبني فريق كبير، سوف يسعى إلى ذلك الهدف الذي كان دائما يجري خلفه، وهو الفوز بدوري الأبطال. باريس سان جيرمان دخل إلى صفوف الكبار منذ 10 سنوات الأخيرة بوجود الإدارة القطرية، صحيح أنه تفوق محليا ولا زال يبحث على التفوق قاريا، وأظن بأنه كان قريب من الوصول إلى ذلك التتويج، لكن كل الفرق تحاول
ليس في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات تحاول للفوز، والفوز ليس سهل لأن هناك منافسين عندهم أسماء كبيرة جدا وعندهم تاريخ كبير، لذلك فالمأمورية ليست سهلة، لكن اليوم